السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل على الوضع اللي احنا فيه. الدول العربيه تطلع فينا لا ميه ولا اكل ولا ماء ولا شيء ولا اي حاجه. بنشرب الميه ملوثه ملح صرص بنشربها ملوثه ولا ميه حلوه ولا جحيم جحيم جحيم. لو بدناش نموت من القصف والحرب ومن الصهيون راح نموت جوع وراح نموت من قله الميه. فيش ميه ولا اكل ولا حاجه. على ايش كل هذا؟ على ايش؟ على ايش الدول العربيه؟ على ايش؟ على ايش يا امريكا؟ على ايش تعمل فينا هيك؟ نتنياهو على ايش؟